ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا باتنين تريلر، احنا هنعمل لهم تريلر رياكشن النهارده على هوم سينما، وهو الفيلم الاولاني، فيلم طفولي اللي احنا بنحبه من ايام زمان، وهو مونسترز. فاكرين فيلم مونسترز شركه المرعبين المحدوده؟ نزلوا جزء جديد والتريلر لسه نازل من شويه، سبحان الله. وانا بقلب اصلا كنت بدور على تريلر تاني، لقيت ده في وشي، فلسه كان نازل حرفيا ما فيش من ربع ساعه او ثلث ساعه. فيلم مونسترز ات وورك، والفيلم التاني اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن. التريلر نزل تقريبا من 5-6 ايام بس انا كنت لسه شفته ووقفت عنده، علشان انا كنت اصلا حابب ان انا اعمله تريلر رياكشن، وهو فيلم اسكيب روم الجزء التاني. اسكيب روم انا اتفرجت على الجزء الاولاني وكنت عملت له ريفيو، وهو كان من اوائل الافلام اللي انا تقريبا عملت لها ريفيو على القناة، يعني تقريبا انتوا اللي نزلتوا حرفيا لو عملتوا سكرول كده داون تحت تحت خالص كده هتلاقوني عامل المراجعة بتاعة اسكيب روم الجزء الاولاني. الجزء الاولاني كان حلو مش وحش، بس نهايته بصراحة او السيكونس في الاخر اخر تلت ساعة مثلا كان بايخ يعني لو الفيلم بصراحة لو كان كمل لحد الاخر انا شايف ان الفيلم كان هيبقى حاجة فشيخة. يعني خلينا نبدا الاول بمونسترز ات وورك. انا برضو عايز اقول لكم على حاجه او اوضح لكم حاجه، الجزء الثالث او مونسترز عامه اللي المفروض هينزل ده اساسا خلي بالكم مش فيلم، انا اخدت بالي دلوقتي ان هو مسلسل، يعني مش فيلم. يعني انا بصراحه استغربت جدا ان هو هيتعمل له مسلسل، لان انا حرفيا انا ما كنتش عارف اي حاجه ان في حاجه جديده مونسترز نازله. يعني اخر حاجه عارفها اللي هو مونسترز يونيفرسيتي اللي كان نزل تقريبا 2013، ما جابوش سيره مونسترز بقى. انا ما شفتش حتى على النت اي حد بيتكلم خالص على شركه المرعبين المحدوده دي خالص. فانا بقول لكم بقلب بالصدفه لقيت ان هم قايلين ان هم هيعملوا تي في سيريس، هيعملوا مسلسل عن مونسترز. فانا مش عارف اذا كان هو هيبقى بريكويل ولا هيبقى سيكويل عادي جدا. يعني هو هيبقى سيكويل للجزء الاولاني، لان الجزء الثاني كان الفيلم كان بريكويل للاولاني، يعني مونسترز يونيفرسيتي كان بريكويل للاولاني. المسلسل ده بقى هيبقى بعد 6 شهور من الجزء الاول الاحداث اللي حصل لها. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. مونسترز ات وورك، يلا بينا. Report to MIFT. Yeah, home sweet home. Monsters Inc. facilities team. MIFT. If a machine needs maintenance, we maintain it now. Temporary reassignment. Good for you. None of us MIFTers are going anywhere. I'll teach all you scary monsters how to be funny. I'm not sure this was such a good idea. اوكي يا جماعه، هو التيزر هو مكتوب ان هو اوفيشال تريلر، بس انا حاسه تيزر قوي. ما اعتقدش، مش عارف اذا كان ممكن ينزلوا تريلر تاني ولا لا. للاسف مش هيبقوا هم الابطال زي ما انا كنت متوقع، لان انا حسيت ان الاعلان ظهر اكتر الشخصيه الجديده دي اللي هي لونها موف دي او قرون دي، انا دي اول مره اشوفها، دي اللي هتبقى الشخصية الجديدة اللي موجودة في المسلسل. ومايك وازوسكي وسولي مش هيبقوا هما الأبطال زي الجزئين اللي كانوا مايك، يعني مايك وسولي مش هيبقوا هما الأبطال زي الفيلمين. يعني المسلسل ده الظاهر ان هو هيكفر اب شخصية تانية هيبقى الفوكس عليها اكتر، بس انا مش فاهم ليه. يعني انا مش والمره دي الفكره جديده ان هو مش هيخوفوا العيال المره دي، هم هيضحكوا العيال، بس انا مش فاهم ايه الفكره ان هم يعملوا مسلسل ما لهاش اي لازمه يا جماعه. انا مش فاهم، يعني انا بجد مستغرب جدا ان هو عاملينه مسلسل. هو لو كان اتعمل ممكن ماشي جزء تالت يبقى فيلم ماشي، انا ما عنديش اي مشكله، بس والتركيز اكتر برضو يبقى على مايك وسولي، والشخصية الجديدة دي يبقى هو مثلا يبقى شق من الشقق اللي موجودة في القصة اللي ممكن هيحصل حاجة، وممكن عادي تمشي بنفس القصة. بس فكرة مسلسل ليه يعني؟ وهل الله اعلم المسلسل هيبقى قد ايه؟ تقريبا على ما اعتقد، استنى كده بص، تقريبا هيبقى 10 حلقات مسلسل هيبقى 10 حلقات
هيتعرض على ديزني بلس. انا بصراحه لذيذ ولطيف وكل حاجه، بس انا يعني اكون صريح معاكم مش عارف اذا كان هتفرج عليه ولا لا. على قد ما انا بحب، انا حبيت اصلا الجزء الاول والجزء الثاني، الفيلمين انا عجبوني جدا، بس انا مش حاسس ان انا ممكن اكون مهتم بمسلسل كرتوني تاني مونسترز والابطال بتوعه مش هم نفس الابطال. اه هيطلعوا في الكرتون وكل حاجه، بس هيبقوا تخطيفي مش هم الابطال. مع الاسف انا نسبه ترقبي 5/10 مش اكتر من كده. يعني نيجي على التريلر التاني اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن، هو فيلم اسكيب روم تورنمنت اوف تشامبيونز، وهو الجزء التاني لفيلم اسكيب روم. طبعا كالعاده فيلم اسكيب روم زي الجزء الاولاني بالظبط، الناس اللي موجوده في الفيلم كلهم مش معروفه، انا ما اعرفش ولا واحد فيهم. والجزء التاني برضو نفس الكلام، كل الممثلين اللي موجودين سواء ستات او رجاله برضو مش مشهورين، ما اعرفهمش، اول مره اشوفهم. المخرج هو بس اللي عارفه اللي هو ادم روبيتل، ده هو نفس المخرج اللي اخرج اسكيب روم الجزء الاولاني، بس ده اللي انا اعرفه. وكان اخرج كمان انسيديوس، كان عمل انسانا بوس انسيديوس الجزء اللي هو كان الجزء المتخلف ده، لما كان اسبل جزء بالنسبه لي اللي هو لاست كي. اه هو انسيديوس ذا لاست كي، هو كان المخرج بتاع انسيديوس لاست كي. وهيبقى انتوا عارفين ان في جزء جديد انسيديوس صح ولا مش عارفين؟ في جزء جديد هيبقى الانسيديوس اسمه انسيديوس دارك ريلم. اه دارك ريلم مفروض ان هو هينزل السنه دي في 2021 على فكره يعني، وهيبقى فيه باتريك ويلسون، هو نفس الراجل بتاع كونجرينج. انا انسيديوس بصراحه ما بقاش يجي معايا سكه. انسيديوس بالنسبه لي كان واحد واثنين فقط لا غير، الثالث كان زباله والرابع كان ازبل يعني كقصه وكرعب وككل حاجه. يعني انا بالنسبه لي واحد واثنين كانوا افشخ من بعض، زي كونجرينج بالظبط، واحد واثنين كانوا افشخ من بعض. يعني الفيلمين دول والفيلمين دول يعني فكك حرفيا فكك، يعني مش فاهم ايه فكرة ان انا اعمل اجزاء جديدة تاني يعني. ما علينا، طبعا كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة بتاع اسكيب روم الجزء التاني تورنمنت اوف تشامبيونز، هشوفه معاكم دلوقتي الاول مرة. يلا بينا. What is this? Like a tournament of champions? Add yourself is missing an E. So maybe we pull the corresponding handles with a missing letter. Yes! E. Damn it, anyway. This is way bigger than last time. I can't feel physical pain. Just imagine the kinds of puzzles they came up with for me. Take a picture, it will last longer. Get the clue. واو اوكي، هو فيلم شكله انا بصراحه انا خايف اديله نسبه ترقب عاليه، لان انا بجد هتضايق لو طلع برضو في الاخر وحش زي الجزء الاولاني. الجزء الاولاني على فكره يا جماعه كان حلو، بس اخر زي ما كنت قايل من شويه اخر ربع ساعه واخر تلت ساعه ما كانوش حلوين في الفيلم، كان نهايته بايخه بالنسبه لي. وهو سيكوال تكمله للجزء الاولاني، وهيتعرض في 16 يوليو في السينمات، ومش هيتعرض على منصه من المنصات، هو هينزل سينما يعني. يعني مش هيتعرض على اتش بي او ماكس وديزني بلس والحاجات دي كلها، مش هينزل يعني على منصه من المنصات، هينزل سينما. وبصراحه نوعيه الافلام دي هي عاوزه سينما من الاخر يعني سكه ودغري. بس انا بصراحه 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 هتضايق لو الجزء ده برضو في اوله يبقى حلو وفي الاخر برضو يبقى بايخ. يعني لو عملته في الاخر كده برضو انا بجد هتضايق جدا جدا جدا، لان الفيلم كان حلو في اوله وبعد كده بوخ. فانا اتمنى ان هو السيكوال ده يبقى احلى من الجزء الاولاني، لان انا بصراحه انا متحمس ان انا اشوف التريلر متحمس ان اشوف الفيلم، والتريلر حمسني ان انا اشوف الفيلم صراحه. يعني انا بصراحه هديله نسبه ترقب 8/10، واتمنى ان هو ما يخزلنيش زي الجزء الاولاني بجد، اتمنى عشان بجد ما اتضايقش.
بس دي كانت حلقتنا النهارده في تريلر رياكشن على هوم سينما. عملنا تريلر رياكشن لاسكيب روم، عملنا تريلر رياكشن لمونسترز المسلسل الجديد اللي هيتاح على ديزني بلس. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم الفيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، اللي اخر فتره ابتدينا ننزل فيها فيديوهات ريجولرلي تقريبا كل يوم. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.